هو تشوفون منشورات فيديوهات على التواصل الاجتماعي، واحد يشجعك واحد ينصحك وإلى آخره. بس هذا الفيديو هو مو فيديو حتى تعلق أو حتى تشكرني أو إلى آخره. هذا المنشور اسمه لا تضيع مستقبلك، تذكر بالامتحانات شو يصير بيك من تعب وجهد وضغط، تذكر من يصير عليك لود وما تلحق تشوف دربك، تذكر من الأستاذ سألك وما عرفت تجاوبه. هذا هو الوقت اللي انت لازم تغير في وضعك، هذا هو الوقت اللي راح تبني بنفسك، راح تثقف بنفسك، تعلم، تدرس، تدرس، تغير وضعك. لا تقول انا اريد اتخرج واريد انجح وبس، قول اريد اكمل واخذ شهادة الدكتوراه واكون الافضل واكون اكثر شخص يسعى لتغيير وضعه. ايش قد حلوة انت من اسمك الفلاني، ابن فلاني، ابن فلان من الناس، لقب دكتور، دكتور فلان ابن فلان من منطقة الفلانية. ايش قد حلوة من يسمونك دكتور وبكل فخر اهلك واخوانك واقاربك يفتخرون بك. احتمال اول شخص انت بعائلتك كلها تكون دكتور، واحتمال اول شخص بمنطقتك تكون بهذه المرتبة. صدقني انت انسان عظيم، صدقني انت مو انسان عادي. كل اللي تحتاجه تهتم بمستقبلك وتركز على وضعك، صدقني راح تغير، تكون انسان مختلف وراح تشوف نتائج عجيبة. موفقين يا رب، وبكم الخير وبكم البركة.